مشاهدينا، وللحديث أكثر عن الانفلات الأمني في العراق وتنامي عمليات السطو والسرقة والقتل، معنا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبول. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. مصادر أمنية تتحدث عن رصد حوالي 30 عملية سطو وسرقة في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، ماذا يعني وقوع مثل هذه الجرائم وهذا العدد رغم كل الحواجز الأمنية التي تخضع للفرقة 17 في الجيش الحكومي؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام. أخي الكريم، لا يكاد يمر يوم على بغداد منذ وقوع الاحتلال في 9/4/2003 إلا وتحدث جرائم كبيرة، سواء في بغداد أو في المناطق الأخرى، منها عمليات سطو مسلح، منها قتل للأبرياء، منها عمليات سرقات، كثير من هذه الجرائم المنظمة التي تقوم بها عصابات قد نظمت نفسها لارتكاب مثل هذه الجرائم، كون لا يوجد هناك قانون يحمي حتى الشرطة أو الأجهزة الأمنية في اتخاذها لقراراتها في محاسبة وملاحقة هؤلاء المجرمين، لأن تقع تحت ضغوط عشائرية أو ما سمتها الحكومة في وقتها الدقة العشائرية. لذلك هذا الشرطي وهذا الضابط والجهاز الأمني يخشى على أنفسهم من هذه الملاحقات العشائرية التي لا تستند ولا أي موازين أخرى، سوى إنه يتهم بأنه قد قتل هذا المجرم، ومن يقول إن هذا هو المجرم. لذلك هناك من يدفع حياته ثمنا لمطاردة المجرمين. فاستمر هذا الحال من عمليات الإجرام التي تزداد يوما بعد يوم، ولم يحدث أي استقرار. وجود هذه الجرائم ينسف تصريحات السوداني جملة وتفصيلا من أن بغداد مستقرة، وهو ما يقوم به لخداع بعض الجهات العالمية أو الشركات العالمية لجذبها إلى الاستثمارات، ولكن هذا لن يمر على العالم أجمع، لأن هناك الآن وسائل تواصل اجتماعي كثيرة والوسائل الإعلامية الأخرى التي تنقل هذه الجرائم ساعة بساعة ويوما بيوم. لذلك استمرار هذه الجرائم هو وجود سلطة أعلى من سلطة الدولة، وهي سلطة الميليشيات والسلاح المنفلت الذي يتسبب في استمرار هذه الجرائم. نعم. مع وجود هذه السيطرات وهذه القوات الأمنية الكبيرة المتواجدة سواء على الساحة في بغداد أو على الساحة العراقية بشكل عام. طيب. هنا هذا يفسر أن أجهزة المراقبة المنتشرة في بغداد لا يمكن أو لا تأبه لها العصابات والميليشيات، ولذلك يعني لا توجد لها أي داعي أو فائدة. نعم، وجود هذه الأجهزة الأمنية المكبلة من القيام بواجباتها لعدم وجود قانون يحميها، ولوجود سلطات أعلى منها سلطة الميليشيات وهذا السلاح المنفلت، هو جعل هذه العصابات تقوم بجرائمها في وضح النهار ودون خوف أو وجل، بالإضافة إلى ما موجود من فساد في أجهزة الدولة الأخرى التي تغير الحق إلى باطل وتغير الباطل إلى حق. لذلك أصبح حتى عنصر الأمن يخشى على نفسه من الملاحقة الفردية أو العشائرية. لذلك هذا التواجد الأمني سواء موجود أو غير موجود هو لا يمكن أن يقوم بواجبه في ظل هذه المعطيات وفي هذه الظروف التي رسخها الاحتلال ورسختها الميليشيات التي تتحكم بالقرار في العراق. سؤال هنا يقول: ما أسباب فشل نزع سلاح الميليشيات؟ أو ربما السؤال الأصح: هل هناك تعمد بإبقاء سلاح الميليشيات؟ وكيف يسهم هذا في زيادة التوتر الأمني وأبقاء النزاعات العشائرية؟ حتما لن تستطيع هذه الدولة وهذه الأجهزة الأمنية نزع أو حصر سلاح هذه الميليشيات أو العناصر المنفلتة، كون هذه العناصر هي من يملك القوة التي تتغلب على الأجهزة الأمنية. لذلك
لا يمكنها أبدا القيام بواجباتها تجاه هذه العناصر. نعم، هذا شيء موجود، لذلك الدولة عاجزة أو الحكومة عاجزة عن حصر هذا السلاح وعن ملاحقة هذه الفصائل المنفلتة، لذلك تستمر عمليات الجريمة المنظمة وعمليات الاستهتار. كون هذه الأسلحة أو من يستخدم هذه الأسلحة يجد نفسه يستند إلى أحزاب لها من الصلاحية أعلى من سلطة الجيش والشرطة أو ما تسمى الأجهزة الأمنية الأخرى. نعم دكتور، كما شاهدنا تحسين الخفاجي تكلم عن بناء جدار على طول الحدود الشمالية الغربية بين العراق وبين سوريا، وذلك من أجل السيطرة على نقل الأسلحة وكذلك المخدرات. إذا كانت الميليشيات معروفة وفق تقارير دولية ووفق يعني معلومات معروفة عالميا أنه الميليشيات هي من تقوم بنقل المخدرات ما بين إيران والعراق وسوريا ولبنان، ما الذي سيفعله هذا الجدار؟ هذا الجدار أخي لا قيمة له، وهو يتواجد في منطقة ضيقة ومعينة، أما هناك أراضي كبيرة على الحدود مفتوحة وتستخدمها الميليشيات، كما تستخدم الميليشيات كثير من المنافذ سواء الرسمية أو غير الرسمية التي تسيطر عليها دون حسيب أو رقيب. لذلك الميليشيات هي لا تحتاج أن تقوم بالتهريب، هي تعبر بشكل رسمي وتعبر المخدرات والأسلحة ما بين الجانبين دون أي مضايقة من أي جهة أخرى، وكل ما تسمع في الإعلام كله من أمور أو تحصينات كلها لا قيمة لذلك أبدا، وإنما لذر الرماد في العيون. المنافذ الرسمية هي بيد الميليشيات، وهي من تدخل وتخرج ما تشاء من مواد. نعم. لا داعي لوجود سواء وضع هذا الجدار أو لم يوضع، وهذا الجدار يوضع أيضا كباب من أبواب الفساد لسرقة الأموال، وفي ظل مناطق يمكن أن الميليشيات لا تتواجد فيها مطلقا. نعم. وإنها لا أبدا. طيب، أما المنافذ الرسمية هي تخضع للميليشيات بكامل قرار. نعم دكتور، هنا كيف تصف غليان الواقع أو الشعب في العراق عما يجري في البلاد وسط ادعاءات الحكومة بسعيها لترسيخ الاستقرار الأمني في البلاد؟ أخي الكريم، لا يمكن ترسيخ الاستقرار في العراق إلا بإصدار قرارات حقيقية بحل الميليشيات وبنزع سلاحها وبالقيام بعمليات كبيرة لبناء عقد اجتماعي حقيقي ورفع الظلم والغبن على كثير من مكونات الشعب العراقي والانفتاح بشكل اقتصادي من أجل أن يعيش المواطن العراقي حالته الاقتصادية الحقيقية وفق الموارد التي تأتي للعراق. أما الآن فمجموعة من هذه الأحزاب هي من تسيطر على الأموال. نعم. وهناك يذهب من العوائل إلى مكبات القمامة من أجل أن يحصل على لقمة الخبز. نعم. أو على عيش. لذلك هذه الأمور لا يمكن أن تساهم في بناء استقرار الدولة في ظل غياب الأمن وغياب الاستقرار وفي ظل وجود ميليشيات تسيطر على القرار السيادي. نعم. العراقي. نعم. وتكون الحكومة العراقية غير قادرة على تنفيذ حتى قراراتها، بل الحكومة هي من تخضع للميليشيات. نعم. وهي من تنفذ لها أو تعطيها الغطاء القانوني للقيام بكل. نعم. هذه. شكرا لكم. نعم. عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبول، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.